آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون living with absolutely nothing. They fled with the clothes on their back and their children in their arms. تصورونا صرنا مهزلة للكل، شنو الفائدة؟ ما حد ما يسوي لنا حل، هاي شهرة نحن طالعين ما حد يسوي لنا حل. شنو ذنبنا يعني؟ شو بدي لك بأخارك بس بعزيت بيتي؟ شنو الفائدة؟ يجوك كل شوي يجي واحد يصورنا ويروح.